الأخبار من ATV العدالة وفيها. في يومها العاشر والأخير، شؤون الانتخابات تستقبل 15 طلباً بإجمالي 61 مرشحاً ومرشحة. الروضان يشيد بخصخصة البورصة كخطوة لجذب وتعزيز الاستثمارات. التجمع العمالي يبدي تحفظاً على خصخصة الجمعيات التعاونية. القوى العاملة تفعل خدمة تحويل العمالة للشركات عبر بوابة خدمة أسهل. ومن العناوين إلى التفاصيل. في يومها العاشر والأخير من عملها، اختتمت إدارة شؤون الانتخابات تسجيل المرشحين باستقبال 15 طلباً جديداً، معلنة أن إجمالي عدد المرشحين وصل إلى 61 مرشحاً ومرشحة. تم بحمد الله في هذه الساعة 2:30 الظهر يوم السبت الموافق 16/2/2019 إقفال باب الترشيح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة 2019 على دارتين انتخابيتين الثانية والثالثة. بلغ عدد المرشحين 61 مرشح، تحديدا في الدائرة الثانية 26 مرشح، 25 مرشح من الذكور ومرشحة واحدة من الإناث. في الدائرة الثالثة بلغ 35 مرشح، عدد 31 مرشح من الذكور وعدد 4 مرشحات من الإناث. أحب أوضح بأن باب التنازل سوف يكون مستمر حتى 7 أيام قبل يوم الانتخاب. يجب على المرشح في حال رغبته في التنازل أن يتجه إلى مخفر الدائرة الانتخابية. الدائرة الانتخابية الثانية راح يكون مخفر الشامية، والدائرة الانتخابية الثالثة مخفر كيفان. يتقدم بطلب خطي إلى رئيس المخفر أثناء الدوام الرسمي، يعلن فيه رغبته في التنازل عن الترشيح، ومن ثم إدارة شؤون الانتخابات سوف تقوم طبعا باتخاذ إجراءاتها في شأن إعلان تنازل المرشح عن الترشيح. كذلك أحب أوضح بأن الإدارة مستمرة في فتح أبوابها يوميا لاستقبال الطلبات الخاصة بالمناديب والوكلاء بالنسبة حق إخواننا المرشحين. كذلك من يوم القد إن شاء الله راح كذلك تفتح وزارة الداخلية إدارة شؤون الانتخابات أبوابها لاستقبال طلبات المتطوعين للعمل في يوم الانتخاب. كذلك أحب أوضح بأن يوم الانتخاب راح يكون إن شاء الله يوم السبت الموافق 16/3/2019. قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن نجاح هيئة أسواق المال في خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يعد خطوة مهمة لجذب وتعزيز الاستثمارات إلى السوق المالي المحلي. جاء ذلك بمناسبة الإعلان أخيرا عن التحالف الفائز بالمزايدة على حصة 44% من الشركة. وأضاف الروضان أن هذه الخطوة تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عالميا ولتحسين بيئة أعمالها وتنمية وتنشيط كفاءتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة عدد المستثمرين في السوق المحلي، معتبرا خصخصة البورصة أحد أدوات الإصلاح الحكومي المستهدفة. نظم التجمع العمالي الملتقى التعاوني الثاني لمناقشة خصخصة الجمعيات التعاونية والملكية الاجتماعية للجمعيات للتأكيد على أهمية الدور الاجتماعي والمجتمعي الذي يتأثر سلبا بعملية الخصخصة. احنا اذا سمحنا بهذا المكان انه يتخصص ويستلمه تاجر، احنا ما راح يظل عندنا شيء. اليوم يتحكم بالسلع، احنا تحكموا بالتعليم بالصحة، قاعد يشون على القطاعات، قاعد يفرغون الدستور من محتواه على اساس انه يوصل حق الاماكن. اليوم اذا وصلنا احنا حق الجمعيات ونخصصها حتى لقمه العيش اللي احنا ناكلها، ما اقول لقمه العيش اللي هي معاشنا اللي نصفها، لا، لقمه العيش فعلا اللي ناكلها. الجمعيات هي السلع اللي احنا نشتريها اللي نقول اليوميه هذه، اذا بعد تدخل فيها وتحكم باسعارها ما صار لنا اي دور اجتماعي. مشكلتنا في اعضاء الجمعيات نفسهم، هم ما يبون الكويتي. واكبر دليل ان في قرارات وزاريه سابقة وآخر قرار وزاري اللي هو 16/2016، يعني صار لنا سنتين من القرار هذا لحد الحين عجلة التكويت ما فيه.
ليش؟ يقول لك الكويتي ما يداوم، الكويتي ما يعرف، الكويتي زين. طيب انت يا عضو مجلس الاداره انت مو كويتي، انت قاعد داوم وزارتك وقاعد داوم في مجلس الاداره، يعني ليش انت تقدر وغيرك ما يقدر؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه من ناحيه الوزاره، الوزاره حاليا في قطاع التعاون صار لنا 3 شهور مشكلين فريق من جميع الجهات اللي هو اسمه فريق التكويت في رئاسة الوكيل المساعد عبد العزيز شعيب، وقاعد نستدعي رؤساء الجمعيات نفسهم كل أسبوع لنا عدد جمعيات معينة، عندنا خطة عمل ماشيين عليها في إلزام الجمعية التعاونية في تكويت الوظائف الإشرافية. في انهيار قادم للمجتمع الكويتي إذا احنا ما تصدينا لها التجار، وأنا أتوقع من يعني الأماكن اللي نقدر نتصدى فيها للتجار القطاع التعاوني. وأنا كلي أمل، يعني بختم كلمتي ما بأطيل، أدري أن العدد وايد، كلي أمل في الأخوة في العمل التعاوني هم يكونون ممثلين الشعب مو البرلمان. احنا غسلنا إيدنا من البرلمان لأسباب كثيرة لأن احنا ما نمتلك ديمقراطية، فبعتبر الجمعيات التعاونية هي برلماناتنا المصغرة. إيمانا منها بتعزيز التعاون المثمر بين الجهات الحكومية وخلق المساحات الإبداعية للشباب، أقامت الهيئة العامة للشباب مخيما ويوما مفتوحا لمتميزات مدرسة منيرة السعيد بمركز شباب الشامية، والذي شهد تكريما للمبدعة دانا الكندري. احنا في الهيئة العامة للشباب نوفر المساحات الشبابية الإبداعية وأيضا نعزز التعاون المثمر بين الجهات الحكومية. اليوم احنا قاعد نشوف مدرسة منير السعيد ونشوف جمعية خرطوبة ونشوف حتى القطاع الخاص، وأيضا لا ننسى الأهم هو الفريق التطوير بتقديم فعالية متميزة بيوم مفتوح بأجواء جميلة بمشاركة طلبتنا وأبنائنا في هذه الفعالية. هذا اليوم المفتوح أول شيء نبي نعرف الشباب على هذه المرافق الحكومية، وأن هذا المرفق الحكومي لا يزدهر إلا من خلال الشباب، وأن دائما إذا كانت هناك فعاليات وهناك أفكار وهناك أنشطة متنوعة للشباب سوف نحقق الاستثمار المثالي لثروة الأوطان. إحنا اليوم نسعى لتحقيق أهم هدف في رؤية الكويت 2035 هو رأس مال بشري إبداعي، ورأس مال بشري إبداعي ومؤسسه هم شباب الكويت. اليوم من أهم فقرات هذه الفعالية هو تكريم المنجزة والمبدعة دانا الكندري. بهذا الفكر وبهذا الدعم وبهذه الرؤية نعزز القوة المجتمعية بالاهتمام بموهوبين ومتفوقين من الشباب، حتى نعزز القدرة التنافسية الوطنية ونخلي شبابنا يتأثرون بأقرانهم، ويكون هناك دائما يفكر الشاب أن يكون دائما مبدع ودائما موهوب. وتشوفون أنت الأمم تتمايز بين دعمهم الموهوبين للقوة المجتمعية لتحقق الريادة ورفعة المجتمع نفسه. انطلق منتدى الخليج للمال والأعمال تحت عنوان الاقتصاد الخليجي والأسواق المالية العالمية والارتباط بالنفط عالميا ومحليا، حيث يتضمن المنتدى ندوات عن النمو الكبير في الاقتصاد الخليجي ودعم العلاقات المصرية الخليجية والاستثمارات المشتركة والأسواق المالية العربية وورشة عمل الأسواق المالية العالمية والبورصة العالمية للنفط والطاقة. سعيد بتواجد اليوم كمشارك ومتحدث في هذا المؤتمر، وأهم ما يبرز أعمال هذا المؤتمر الدور الخاص في تحول الاستثمارات في منطقة الخليج إلى الاستثمارات البعيدة عن النفط في المرحلة القادمة، وأعتقد هذا موضوع حساس وهام خصوصا في ضوء التقلبات العالمية الموجودة في الأسواق العالمية الحالية وكثير من المخاطر اللي قاعدين نتعرض لها في كثير من القطاعات ومنها القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى. وأعتقد أن هناك الكثير من الأمل في أن يكون شراكات عالمية في المنطقة لتطويرها وإعطائها الفرصة لنمو اقتصادي أفضل في المرحلة القادمة إن شاء الله. أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أنه سيتم تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات المشتركة بخدمات الهيئة عبر بوابة خدمة أسهل،
وأضاف الموسى أن تفعيل هذه الخدمة يأتي في إطار خطة الهيئة المتعلقة بتقديم خدمات إلكترونية لأصحاب الأعمال تسهيلاً لإجراءات استقدام واستخدام العمالة وإنجاز كافة المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني. وتوفر البوابة الإلكترونية المطورة التي أطلقتها الهيئة تحت شعار خدمة أسهل عام 2017 أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة لأصحاب الأعمال والمراجعين.